أكد الشيخ محمد بن زايد أن تحالف الإمارات مع السعودية خيار استراتيجي من القوة إلى القوة. وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن التحالف مع السعودية يضيف إلى البلدين بعدا تنمويا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا، واعدا مضيفا أن الإمارات تحرص من خلال التحالف مع السعودية على تشكيل نواة تعزز من التقارب وتوحد العرب حول قضاياهم المصيرية.